معكم الحسن مول لبن، كنسكن في طنجة. الأصل ديالي من واحد ديال خنيفرة. هاد الخدمة هادي درتها عن قناعة، وبسبب كنت خدام في واحد الشركة وسدات، بقيت جالس بلا خدمة، وجيت درتها توكلت على الله. وبما خيبنيش بديت بعصرية رود اللبن، واحد شوية ديال سايكوك، وشوية بشوية الأمور الإنسان هو غادي. غي كنتمناو من السلطات باش تتعاون معنا وتتحسن الوضعية ديالنا، مثلا تعطينا واحد رخيصة نعدلو حنا بلاصة تكون مزيانة نخدمو بها، ماشي كل مرة كتجي كتتقاد الأمور وكيجي كيجري عليك واحد. يعني كاين بزاف ديال المعاناة، ورغم ذلك الحمد لله حنا عايشين. ولكن كنطلبوا من الشباب ديال الوقت هذا ينوض يتحرك وينوض يخدم. الخدمه راه موجوده الحمد لله، الانسان خصو غير يتحرك ويتوكل على الله، ربي ما يحشموش. الحمد لله خصي الجوده، تكون عندك الجوده كاين الاقبال، ما كاينش الجوده راه والله واخا ما باش ندير، واخا يكون عندك فقيه سوسي هذا ما كان الانسان. الحمد لله دابا انا في الطريق هذه 5 سنين، ماشي نهار ولا يومين ولا 3 ايام، انا 5 سنين وانا هنايا، يعني بزاف الناس كتعرفني ماشي شويه. الحمد لله خصي غير الجوده، اما بالنسبه للخدمه راه موجود، يدير بنادم قهوه متنقله، يدير موجود ما يدار موجود ما يدار. ونطلبوا من الله الدوله ديالنا تشوف الشباب، ماشي تعطيهم فلوس غير تعطيهم فين يخدموا، وما بغيناش تعطينا الفلوس تعطينا غير فين نخدموا. هذا وشكرا بزاف سيدي، الله يرحم والديكم، الله يكثر خيركم.